السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من ملف تظاهرات الخريجين التي لا تتوقف في أغلب المحافظات العراقية بسبب بحث حملة الشهادات والشهادات العليا والجامعية عن التعيين بشكل دائم، حيث تظاهر عدد من الخريجين أمام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بملحق الاستثناء أسوة ببقية الخريجين الذين شملهم هذا الاستثناء، مؤكدين أن التعيين هو أبسط حق تقدمه الحكومة لهم بعد سنوات من الإقصاء والتهميش والإهمال. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إلى محافظة كربلاء، حيث طالب عدد من الخريجين التربويين والإداريين بالاستثناء وإنهاء حالة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الجهات الحكومية معهم. دعونا نشاهد. لحد الان ما عندنا نتائج الاعتراضات حتى يستنى للجميع معرفه اسم، هذه نقطه. واحنا نسال الحقيقه لو كانت نتائج انتخابيه مصلحه الهجوم، هل تتاخر كل هذا التاخير؟ هل تتاخر لو كانت نتائج انتخابيه؟ شقد عددكم استاذ حسن؟ جاي حبيبي استاذ حيدر، احنا حقيقه نسال سؤالنا الى المحافظ، انت وعات هذه الشريحه، شريحه الخريجين التربويين والاداريين ان تستثنيهم مره؟ ايه ايه الان كتاب الاستثناء موجود بالموقع من دوله رئيس الوزراء وفي مكتب المحافظ، لماذا لا يمكن الاستثناء هذه الشركه؟ ايه جبناه من طرف الشيخ حسين المصاري ووقع عليه دوله رئيس الوزراء مكتب المحافظ، زين ووعدنا استاذ نصيف انه يستثني كتاب الاستثناء مكتب المحافظ. ايش صار له؟ ايش صار؟ تجيبوا لي موافقه، ايه جبتوا لي موافقه انا وافق. ثلاث اشهر صار له؟ من موعد الانتخابات؟ من موعد فتح المصفى دولة رئيس اجى وقعد موعد. ها مال مصفر. عمي قال ما يطلع اسوء ب 6000 اطلع ب 5000 وهاي كلام، وانت ولدي وانت ولدي وانا هنا ابوكم وبخدمتكم، هسه النوب قال جيبوا لي موافقه، احنا نروح نجيب له موافقه مال رئيس وزراء وشيخ حسين، رحنا له وما قصر جزاه الله الف خير، هو وقف وراح جبنا موافقه، هسه يقول هاي الموافقه انا ما امشي بيها. ليش؟ هو قال جيبوا الموافقه. ليش خلوا واحد يسخن واحد يطلع من طوره؟ يعني بين قوسين كذاب؟ لا ما اقول لك كذاب. لا شنو؟ ما وفى بوعده. بين قوسين كذاب؟ نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل الى مقطع اخر لاحد الناشطين الذي نقل جانبا من معاناه الخريجين التربويين، حيث انتقد القرار الحكومي الذي صدر قبل فتره والقاضي بمنع شريحة الخريجين من التحدث إلى وسائل الإعلام للتعبير عن طلباتهم أو مطالبهم. عادة هذا الأمر يأتي ضمن سياق تكميم الأفواه، حيث تعاني هذه الفئة من الحرمان والتهميش من دون الالتفات الحكومي إلى مطالبهم المشروعة. دعونا نستمع. يا سيادة الوزير، دير بالكم وتلعبون بمقدرات الناس وتحاولون تعدمون الحريات، قسما بالله ننزل على راسنا وياكم بالشوارع.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، عندنا رسالة للسيد وزير التربية باعتباره عايش بنعيم وبخير وما عنده مستشارين حقيقيين يوصلون معاناة التربويين. اليوم تضامننا مع الإخوان التربويين اللي يمثلون البصرة حقيقة والبقية ما أعرف وين. أكو قرار قبل فترة من الآن نزل ضد تكميم الأبواب وما يكفل حرية التعبير عن الرأي وفق المادة 38 من الدستور العراقي اللي تكفل لنا حق الرأي. السيد وزير التربية انت خطار على هذا المنصب، ايش قلت لك روحك لما صدرت كتاب وتقول ممنوع اي تربوي يتحدث بالاعلام ويطالب؟ انت ممثل للتربوي جنابك مستحقاته، انت مطي راتب مثل بقية الوزارات العايشة بنعيم، انت مطي استحقاقاته مثل تعديل سلم الرواتب مثل النقاط والدرجات والعلاوات والترفيعات، مستلم قطعته مثل الناس، التربوي مهيئ لنقل مثل الناس، التربوي ماخذ راتبه مثل الناس، مو انت خطار سياده الوزير على هذا المقعد، باشر عقبه تطلع ويجي واحد ياخذ الوزاره غيرك، ومثل ما نعرف هي حصص وكعكه ومقسمه، بالتالي انت ظلمت التربويين بالعراق، يفترض تفكر بحقوقهم، لان هاي التربيه خرجتك وخرجت الرؤساء وخرجت المدراء العامين، لولا التعليم احنا لا شيء بالعراق سياده الوزير، وبالتالي لو عندك مستشارين حقيقيين قالوا لك هذا القرار دكتاتوري وغير قانوني يا سيادة الوزير. مشاهدينا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من مروة تقول وين العدل؟ بس القهر والتعب كل شيء ما حصلنا. لدينا تعليق من حيدر يقول الاتفاق على مطلب واحد وهو ملحق استثناء من حصة من الحصة المتبقية من الحصة المخصصة للمحافظة، وكل ممثل تنسيقية يستقطع حصته من العدد المتبقي المخصص وحسب القضاء أو الناحية، وعدم الموافقة على أي عرض آخر لأنه تسويف للمطلب. هناك تعليق لدينا من إحسان يقول ذي قار تطالب السوداني بملحق الاستثناء، الخريجين في محافظة ذي قار الطالب رئيس الوزراء محمد السوداني بملحق استثناء أسوة بإخوتهم وتعيينهم لخدمة البلد ومن أجل العيش الكريم. هناك تعليق لدينا من شمم يقول أو تقول بالقدرة الشبابية ينهض البلد ويتقدم، أعطوا الملحق مكانهم وفرصتهم في خدمة المجتمع. هناك تقوى تقول لا يزال خريجو محافظة ذي قار يطالبون بحقوقهم المشروعة من أمام ديوان محافظة ذي قار، علما أن استمرارهم بالتظاهرات سوف يصل إلى الشهر السادس على التوالي، ولا تزال الحكومة المحلية مستمرة بالمماطلة وعدم إيجاد الحلول لتلك الشريحة المظلومة، لا تزال الوعود بدون تنفيذ، وإن طال الأمر وطفح الكيل لن تصب الأمور بمصلحتها المعتادة وسلميتها البيضاء. خياط أم نور تقول مناشدة إلى كل مسؤول عراقي، مطلبنا واضح وهو حقنا الطبيعي بالتعيين بعد كل ما عانيناه من التهميش والظلم، مطلبنا التعيين ولا شيء غيره أسوة بإخوتنا. طيب معنا اتصال من السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد احنا هسه انا مرات ما اقدر احكي لان خارج العراق موجود. نعم. يعني الشعب بيفهم بهاي الشغلة، يعني اولا سكوته عن هؤلاء في تماديهم في كل شيء. يعني فتحوا جامعات اهلية، فتحوا كل شيء اهلي حتى يكسرون الجامعات الحكومية. صار عدد الخريجين عدد غير معقول، ودائما يعطون اولوية للرفحة ومدري سجناء ومدري شنو. يعني ما بلد ما بي تخطيط، وناس جاءتك تحكمك تكرك، يعني صار 21 سنة ما فكروا انه يجيبون رجل مناسب بمكان مناسب يسوي فد برنامج للخريجين انه هذا العدد يجب ان يتعين الى اولوية، هذا العدد ليش كل سنة تصير نفس العملية ونفس المطالبات. لا. يعني الغوا بعض المخصصات اللي بياخذوها الناس بدون وجه حق مثل رفحة شنو رفحة ناس عافوا العراق وانهزموا وعاشوا بنعيم، تدري بياخذون مليارات بشكل ما معقوله وغيرها من امتيازاتهم. هاي لو كلها تتوقف دول الخريجين، كل خريج قدري بياخذ 400 ألف. يعني اذا المشكله سيد ابو احمد بنوعيه المطالب التي ترفع او الشعارات التي ترفع في المظاهرات او في الاحتجاجات اللي ينظمها الخريجون، لانه نعم. اللي تفضلت به معناه انه احنا حتى نوصل للي نريده كخريج
أو أي شخص عنده مظلمة معينة في هذا البلد، يجب أن أغير النظام القائم في العراق، لأنه نظام بني على باطل، نظام فاسد، نظام قمعي. باطل 100%. إذا أنا حتى أخذ مطلبي أو حقي لازم أبدل ذول الموجودين. 100% باطل. استاذ محمد، اليوم انا مثلا دباع من شو عمار الحكيم زي الكربله، وكلهم كاتبين منور، ما قلت لهم على شنو هو منور؟ ايش قدم 21 سنه ايش قدم هو غير الفرهود والبوق؟ هل انه صلح الكهرباء، صلح المي، عين الخريجين، طلع السجناء المظلومين؟ منور على شنو؟ لا يبقى الى متى تبقون التلوقيه وبهذا النفاق؟ يعني المصيبة أنه أنت إحنا نخلق، أنا سيدي أحكي ويا أحد أصدقائي قلت له إحنا نخلق الدكتاتور. يعني مدير بلدية، العفو ما أطول عليك، مدير بلدية لا أخذ راتك ماكو مشكلة، مدير بلدية طالع لابس قاط ورباط يتفقد لك، أنت مدير بلدية لازم تلبس بدلة عمل وتشيد موقعك، موقع خدمي، مو تلبس لك قاط ورباط جاي عن طريق المحاصصة تاخذ بوزات. طبعا بس أريد ننوه أيضا السيد أبو أحمد أنه باعتراف حكومة العبادي، من زمن العبادي العراق في قائمة الدول، في مقدمة الدول اللي عندها ترهل وظيفي في مؤسسات الدولة الحكومية. احنا عندنا فائض بالموظفين الحكوميين، يعني من هسه نقول للخريجين يا جماعة يلي تبحثون عن وظائف، العراق عنده تخمة في مؤسسات الدولة. اي نعم نعم، يعني اكو بعض الوظائف بيها 3 و4 و5 كنوع من السياسة الترقيعية المتبعة من قبل الحكومات ما بعد الاحتلال. تعرف شنو السبب؟ السبب استاذ محمد، السبب انه الدولة ما سوت مشاريع صناعية ومشاريع زراعية حتى تشغل هؤلاء الشباب الخريجين. يعني انت تشوف من 2003 من الاحتلال لحد الان لم يبنى مصنع، لم تبنى مزرعة كبيرة تعين بها ذوي الخريجين. يعني استاذ تبني لك، احنا قدمنا في فترة من الزمن مشروع لانشاء 5 مصانع في منطقة مظلوم بالنجف، قلنا نشغل بها اكثر من 15,000 واحد، وخاطبنا شركات وخاطبنا، بعدين شفنا ماكو اذان صاغير هذا الموضوع. يعني الناس تريد مصالحها بالدرجه الرئيسيه، انتخابات، يريد يفوز بالانتخابات يرجع ويروح. فلذلك اذا ما يتغير النظام بالكامل ما تصلح الامور. يعني اكد لك هذا الموضوع عن استاذ محمد العزيز. سيد ابو احمد انا اشكرك شكرا جزيلا من بريطانيا. طبعا ايضا نضيف على اللي تفضل به ابو احمد، العراق من يمكن من اكثر الدول اللي نظام ساعات الدوام به قليله، يعني يبداون بال8 صباحا اعتقد وينتهي 2 ظهرا، يعني مقارنه بدول كثيره محيطه بالعراق عدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين الحكوميين قصيره. مثل ما قلنا هناك تكدس وظيفي، هناك ترهل بمؤسسات الدوله، تكدس بالموظفين، عدد كبير من الموظفين الحكوميين. لكن من نجي نشوف مؤسسات الدولة، المقاطع اللي عرضناها اللي تظهر المراجعين في كثير من مؤسسات الدولة، نرى طوابير طويلة، نرى فوضى عند المداخل المؤسسات الحكومية، ودليل على قلة الموظفين المشرفين على أعداد المراجعين، وبالتالي أكو سوء تنظيم، أكو ترهل وظيفي، أكو فضائيين كثر في هذه المؤسسات. والدليل أنه أنت لما تشوف طوابير إذا أكو عدد موظفين قليلين يخدمون في تلك اللحظة، مقارنة بتصريحات الحكومة الرسمية التي قالت بأنه العراق لديه فائض بعدد الموظفين الحكوميين. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. قالت منظمة Human Rights Watch إن العراق يتقاعس عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. قالت سارة صنبر الباحثة باحثة العراق في Human Rights Watch إن الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات الآلاف من العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش. وأضافت أيضا أنه رغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات لا تلبي احتياجاتهم، وينبغي للحكومة ضمان أن لا يكون التزامها بتنفيذ فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعدا فارغا. في ذات السياق ومع معاناة المعاقين نبقى، حيث خرج عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة المثنى، خرجوا بوقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق القوانين الخاصة بهم، منها
زيادة رواتبهم في موازنة 2024 التي تعالج جزءا من مشاكلهم. دعونا نشاهد هذه اللقطات من محافظة المثنى مشاهدينا الكرام. الرجاء اعطاء الموضوع الاهميه من خلال الموافقه على مطالبنا المشروعه المدرجه اثناه لكون هذا الموضوع فيه جانب انساني اضافه لكونها حقوق كفلها القانون وننتظر مساندتكم. اولا مطالب بتوجيه اللجنه الماليه البرلمانيه ومناقله الاموال لزياده تخصيصات هيئه ذوي الاعاقه في جداول موازنه 2024 بما يضمن تطبيق زياده راتب المعين المتفرغ التي صوت عليها مجلس النواب العراقي خلال شهر نيسان الماضي عندما تم التصويت على تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأيضا إصدار ماستر للشمول الجديد للمسجلين في بيانات الهيئة. ثانيا نطالب بإلزام وزارة العمل هيئة الحماية الاجتماعية زيادة مبلغ إعانة ذوي الإعاقة المخجلة البالغة 125 ألف دينار إلى ضعف على أقل تقدير بالوقت الحاضر وتكون الزيادة بشكل تصاعدي حسب نسبة العجز كما أقرها قانون 38 لسنة 2013 قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المادة 17 البند 3. والله ولي التوفيق. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر إلى محافظة ذي قار حيث ناشد عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الجهات الحكومية بالنظر لأحوالهم الصحية حيث تخلو مستشفى المعوقين من أبسط الاحتياجات إذ لا تتوفر الكراسي المتحركة ولا العكازات ولا توجد رعاية طبية مناسبة لهم. دعونا نشاهد. الوزير الصحة والدكتور أحمد الخفاجي رئيس لجنة الصحة بمحافظة ذي قار مستشفى المعوقين كل شيء ما فيه للمعوقين لا كراسي لا عكازات لا دواء بمنخفض الثمن كل شيء ماكو يجيب له عكازه رخيصه رديئه يقول له تعال هاي من مناشئ عالميه هاي بروفيشنال يستعملها المعوق شهر واحد وحدة تنعوج كل ما يرحون المعوقين على مود كراسي يقول له كراسي ماكو عكازه ماكو مو كراسي لجان طبيه تطلع تقارير طبيه لاشخاص مو معوقين وتخليهم ينافسون المعوقين. عندك كتاب لو لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انت المفروض تروح وتزور المستشفى، انت ووزير الصحة والمحافظ وكلكم ترحون. تزورون المستشفى. شوفوا حال العالم. عمي عندك كرسي؟ اقول اسلم عليك صالح. عندك كرسي؟ انت؟ والله ما العراق كلها عارفة والله العظيم عكاز معوق من 2003 وزير اي والله. عليك الله والله العظيم عمي يا احمد غني يا مجلس محافظه ذي قار عمي روحوا للمستشفى زوروا المستشفى المعوقين بالضيف لا كراسي لا عكازات لا علاج كراسي قسما بالله كلها او قسما بالحكومه العراقيه اذا عندكم شرف الكراسي مال المعوقين اردع من الرديئه رصيف اذا صعدت انعوج الوين وتشبح أردة نوعية بالعالم كل أيام العالم كل العالم ما يسويها أردة نوعية جايبينها صيني من هذا الدرجة 50. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يطالب الحكومة باسترداد القيمة المقطوعة من راتب المعوقين حيث من المفترض أن يستلم كل شخص مبلغا وقدره 125 ألف دينار عراقي وبعد استقطاع رسوم المنفذ يصبح المبلغ 124 ألفا ولكن تم تسليمهم بعد الاستقطاع 123 ألف دينار عراقي أي استقطع 1000 دينار. دعونا نشاهد. الساكت عن الحق والما يداعب حقه شيطان أخرس. وزارة العمل أمس اعطيتونا رواتب للمعوقين، المعوق كل شهر يستلم 125، أمس قاصيني 1000، الألف أريدة خاف ما تطوني إياها هسه، قسما برب الكعبة أشتكيكم يم حاكم حكيم، كل واسطة ما تصير عنده، يا رئيس الوزراء أمام أنظارك انباق من عنده 1000 انقص من عنده 1000، أريد الألف، كل مرة نستلم 125 أبو المنفذ ياخذ 1000 نستلم 124، هسه اسمح لي يا رئيس الوزراء، شوف بعينك 1000 مو شويه،
ها عد الفقرة الألف يلعب طنق، هاي 50 وهاي 100 وهاي 10 وهاي 20 صار 120 وياي انت محمد الشاح السوداني وزير العمل انت وياي هاك، وهذا ألف وهاي 2000 وهاي 3000 بعد ألف قاصين من عندنا ألف ليش؟ أنا أريد ألفي بالعباس أسو كان على ألفي، هذا الألف أريده يرجع للآلاف للمعوقين كلهم. هسه تقصون ألف، أنا مو على مدلف اليوم قصيت ألف، باكر تقصون 10 وراها تقصون 25 لمن يصبح راتب المعوق ألف. أريد ألفي ألفي بالعباس، أريد ألفي ألفي باقيته من الحكومة أريده، أمس قصيتون ألف، أريد الألف ألفي أريده، والله العظيم وإذا ما أعطيتوني إياه ما أسوي لكم شيء. بالعباس أشتكيكم يم حاكم حكيم يم الله سبحانه وتعالى، كل شيء ما تفيد، لا حمايات ولا مدرعات ولا جيش ولا قوات ولا أحزاب، كل شيء ما يحميكم أنتم والله. يشتكون عليكم 4 ملايين معوق على مود هذا الألف، أريد الألف يرجع. نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا حسين يقول شوف ايش قد باقوا عن طريق ألف دينار، عندنا بالعراق 4 مليون معوق، نضرب 4 مليون في ألف يطلع 4 مليار دينار عراقي. عادل يقول الاستقطاع 3000 لأن الألف بالتحويل، لأن ألف بالتحويل وألف بالحساب مال راتب وألف خمطو الحكومة، حكومة حرامية الآلاف. محمد يقول حرامية ما يستحون يحاربون الفقرة بأرزاقهم. ولدينا علي المهنة يقول نهبوا مليارات الدولارات والأراضي بقت، والأراضي بقت على الألف، هكذا يقول. سجاد يقول ترى بعد فترة يقطعون الراتب، فلذلك تحضروا للمظاهرات من هسه. وفيصل يقول أكو راتب موظف لو متقاعد أو منتسب أو رعاية ما قاصينه، والمصيبة علني دولة حرامية. مشاهدينا نستمع لرأي السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم أولا المعوق أو الذي تعرض إلى حادث أفقده شيئا من صحته أو من قدرته لا يعني أنه لا ينفع في المجتمع. نعم. فهناك وظائف وهناك مهن يستطيع أداءها. نعم. هناك مهن مكتبية وهناك حرف قد يستطيع أن ينفذها بيده. لا يعني أنه عاقل. لذلك ترى أن حتى في المجالات الرياضية لهم مجال في بعض الرياضات يمارسونها، ولهم ألعاب أولمبية تفتح لهم المجال أن يمارسوا رياضتهم ونشاطاتهم على مقدرتهم المحدودة. أما في هذا البلد فإن الذي يكون بكامل صحته لا يكاد يحصل على حقه، فإذا أراد أن يطالب عليه يكون عنده قدرة على غلق الطرقات وعلى الهتاف وعلى حرق الإطارات لكي يحصل على حقه. أما هذه الحكومة القذرة التي تفرح بالعاجزين لأنهم لا يستطيعون أن يطالبوا كما يطالب الذي عنده قدرة بدنية كاملة، الكريم والعطوف والذي تستقر الإنسانية في قلبه إذا رأى معوقا يرحمه. أما هؤلاء فإنهم قد نزعت الإنسانية نهائيا طيب من قلوبهم، فهم يفرحون بذلة المعوق. أريد أتحدث مع حضرتك أبو سمية بخصوص الدول المحيطة بالعراق. دائما ما تهاجم الميليشيات والأحزاب الموجودة في العراق الدول المحيطة، تهاجم تركيا تصفها بالاحتلال، تهاجم الأردن، تهاجم دول الخليج، وهي لم تصل في إنجازاتها، إن وجدت بعض الإنجازات، إلى شيء يسير جدا مما أنجزته هذه الدول المحيطة بالعراق. تركيا على سبيل المثال لديها قانون يجبر أي شركة أو مؤسسة على توظيف 1% في الشركة من عدد الموظفين الكلي، 1% من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا قانون ثابت يساعد على عملية توظيف ذوي الإعاقة
والاستفادة ممن يستطيع العمل، وبالتالي لا يصبحون عالة على المجتمع ولا عالة على الدولة، وبالعكس يشعر بالانتماء إلى هذا البلد وينخرط ضمن المجتمع. احنا أحزاب إسلامية، الدين مرفوع والشعار مرفوع، وكلهم يتكلمون بالورع والتقوى والتدين وهذه الشعارات التي يصفها كثيرون بالمزيفة، ولم يطبقوا شيئا من تعاليم الإسلام كما تفضلت، الرحمة والرأفة بهؤلاء. حتى أبسط احتياجاتهم الأساسية لم توفر لهم في المستشفيات أو في المراكز الصحية التي يتواجدون فيها. يعني لماذا لا تعكس على الأقل شعاراتها على أرض الواقع هذه الأحزاب؟ سيدي الكريم، العفر الذي عند الميليشيات وعند الحكومة وصل إلى مراحل متقدمة. أنت عندما تهاجم تركيا وتهاجم الأردن وغيرها من الدول وتعيب عليها سياستها أو بعض إجراءاتها، أنت ماذا عندك من الإنسانية؟ أنت لا تملك قانونا، أنت فقدت الإنسانية أصلا، أنت فقدت الإنسانية أصلا. فإذا كما يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذ فعلت عظيمه. فأنت تعيب على الدول بعض الخروقات أو بعض القوانين وأنت لا تملك قانونا أصلا، أنت فقدت الإنسانية، أنت لا تحترم الإنسان. تركيا زرتها يعني لفترة قصيرة، فرأيت فيها من الترتيب والتنظيم والإنسانية ما ليس في بلدي، وشعرت بالأمان وكأنني في عالم آخر على عكس بلدي الذي أنام على وسادتي وأفقد الأمان، لأننا في دولة فقدت الدين. فالدين عندهم حبر على ورق. سيد الكريم، ملاحظة مهمة، الدين الإسلامي الذي ترفعه الأحزاب الإسلامية في العراق حبر على ورق، دين نفاق ودين دجل، وكما أسلفنا فقدوا ليس فقط الدين بل فقدوا حتى الإنسانية. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. للأسف فقدنا اتصال ويا السيد أبو عبد الله. نكمل المشاهدين الكرام لدينا من فقرات في هذه الحلقة. يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف إضافة إلى أزمات كثيرة أخرى أنتجتها عقود من الصراعات دمرت البنية التحتية للبلد، يواجه تلوثا كارثيا في مياه أنهاره لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية. ويقول مسؤولون إن المؤسسات الحكومية تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في البلد. ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط على خدمات مياه صالحة للشرب وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد سكان العراق تقريبا 43 مليون مواطن عراقي. في هذا السياق، رصد أحد الناشطين جفاف أحد الأنهار في قضاء المشخاب بمحافظة النجف بعد توقف ناقلات الماء، مؤكدا أن معاناة الأهالي تفاقمت وأن المياه التي تصلهم هي مياه آسنة. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. سيد نور في قضاء المشخاب، هذا اللي كانت أكتافه منا ذهب ومنا ذهب. نعم نكون منصفين، أكو أزمة مياه، بس هذا الواقع. وين الناحولات؟ وين الموارد المائية؟ وين عضلجة الزراعة النيابية فاروق الغزالي؟ وين نواب الدائرة الجنوبية؟ وين الأهالي 5000 نسمة هنا؟ مع احتراماتي لكم، كلكم أهلي وأشرب بيكم. كل بيت رافع بيرغ عليه ما لبيك يا حسين. الحسين أبو علي ما يقبل نسكت. هذا قبالكم جفاف، كل شي جاي يموت. نخل مات النخل، من الإنسان للنخلات للشلبات للحنطات للعقاليق للشلاب، أجلكم الله للدواب، كل شي جاي يموت. ليه ساكتين؟ وين أعضاء مجلس المحافظة؟ أعلى سلطة بالنجف هو المحافظ. إذا كنت تدري وساكت فأنت خائن للأمانة، وإذا ما تدري شيل تليفونك على مدراءك وقل لهم جاي يصير. وين الناحولات؟ الناس إذا ساكتة وتجاملكم، إحنا ما نجامل،
ما نملك غير هاي الحنجرة. الله حطها والله ياخذها. شوفوا شوفوا الجفاف من المسؤول. هاي المواطير شافته. آلاف النخل جاي يموت. مات النخل مات. من المسؤول؟ اثنين أعضاء مجلس محافظة عندنا لا النائب فاضل والنائب فاروق. وينكم؟ وين النائب جواد عويس؟ الله ما يخبر تعيف دورك وتروح المكة. وين حميد؟ وين سناء؟ تفضلوا. عم الناس تشرب من الخياس. الناس تشرب من الخياس حتى البير يطلع بخياس. احنا مو درجة ثالثة. طبر سيد نور بناس اجاويت. مستمرون مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. وثق مواطنون الحالة المزرية لأحد الأنهار الفرعية في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة حيث تتكدس النفايات والأوساخ داخل النهر. دعونا نشاهد. عليكم السلام. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا. طالب أحد الناشطين من محافظة ديالى الجهات الحكومية برفع النفايات المتكدسة في نهر خريسان بمدينة بعقوبة مؤكدا أن هذا النهر هو المصدر الأساس لمياه الإسالة في المدينة، وإبقاؤه بهذه الحالة يعني تزايد معدلات الإصابة بالأمراض جراء التلوث الموجود حاليا في هذا النهر. دعونا نشاهد. السلام عليكم. أحد يتوقع أنه إحنا هسه حاليا دا نشرب مي من هاي النفايات؟ هذا نهر خريسان. تشوفون هاي النفايات البي؟ هذا هو المصدر الوحيد في مدينة بعقوبة لمياه الإسالة. اليوم تراكم هاي النفايات وسط هذا النهر الحيوي يسبب الكثير من الأمراض. يعني مع شحة المياه مع ارتفاع النفايات في الأنهر من المستحيل أنه محطات التصفية تقدر تصفي المي والمي دي يجينا خالي من الأمراض. اليوم المفروض على الجهات المعنية رفع هذه النفايات ومحاسبة من يرمي النفايات في نهر خريسان. اليوم الكثير من المحال ومن الأهالي يرمي النفايات في وسط النهر، بالإضافة إلى قلة كري هذه الأنهر. هذه مياه الإسالة اللي نستخدمها إحنا أهالي مدينة بعقوبة. أكثر من 200 ألف نسمة في مدينة بعقوبة يستخدمون هذا المي. اليوم نتمنى من الجهات المعنية الحفاظ على صحة الأهالي، واتمنى من الدوائر الصحية فحص المياه اللي دا يوصل حاليا للأهالي والتأكد من عدم وجود أمراض انتقالية في هذه المياه. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. أبو زينب يقول: على الحكومة الإسراع في وضع حل لتقليل الخطر الذي يهدد البيئة والمياه. هناك تعليق من فلاح يقول: للأسف وصل الحال بالعراق بالتراجع شيئا فشيء، فأصبحت الأنهار أغلبها مياه آسنة وثقيلة. علي يقول: البيئة في العراق ملوثة جدا، أين وزارة البيئة؟ هناك تعليق من حيدر يقول: ماكو رقابة ولا حماية للأنهر. لدينا تعليق أيضا من أم يوسف تقول: والله المي خابط كلش بأبو الخصيب. وتعليق أخير من درر تقول أو يقول، درر العراقي يقول: البيئة ملوثة بالعراق، مياه المجاري بالأنهار. نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، هذا الناشط طلع حارق دمه والنهر جاف ما ظل بيه مي. نعم. هذا الآخر أخونا الأخ مدياله
يا حبيبي ما يريد مي، المهم خلصنا من النظام السابق. هذا او هاي كلها راح يذبوها المساوئ على النظام السابق. انا ما عدا مجد، ما عدا مجد، بس هاي انتم ليش وقت الانتخابات تنتخبون وين ماكو رذيل وين ماكو سيء؟ هاي نتيجه انتخابات السيئة. لا لا يعني ابو عبد الله خلاص، هم مو يقولون خلصنا من النظام السابق ولا عوده للبعث المقبور ولا النظام الصدامي البائد، ماشي. ايش حققتوا انتم لهذا البلد من 2003 الى اليوم؟ حققوا الفشل، فشل صناعة وفشل الزراعة. يعني هسه مو يقول لك الزراعة والسايلوات، السايلو يسلم والسايلو يسلم. والله يا حبيبي يا تدراسي انت، السايلوات خمطة فلوس، سيارتك ترفض اذا ما تنطي اربع اوراق خمسة اوراق، سيارتك ترفض والحب ما في الحنطة تجيك، تجيك حنطة درجة اولى من الدراسة من المزرعة راسا تتعبى بتريلا، يطلع لك ابو المختبر سيكه فبركه يقول لك هاي مال العام. يعني الفلاح من عنده مال العام ليش مبقيها؟ يعني مال العام مخليها يصدرها ثاني سنه، شنو يجمعها تلفه هي يا عمي؟ ويطلع محمد شاع السوداني يقول لك السايلوات تشتغل 24 ساعه. اي نعم صحيح تشتغل 24 ساعه، بس بعد 24 ساعه مطب 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 50 بعد الى 60 بعد كم سنه سيارة. بعد كم سنه على هذا الوضع ابو عبد الله، بعد كم سنه على هذا الوضع من سوء اداره الموارد المائيه راح يبقى اصلا اكو اراضي صالحه للزراعه بالعراق؟ لا ما تبقى، ما تبقى. انت باوع على البصره، باوع على الدياله، هذا النخل الماتس هذا الولد من عيم شي بالنهار ماكو تخم، هو لا تنحال وعيم شي بالنهار. يعني حتى طين ماكو، النخل اليمه، يعني تعداد النخل كان بالعراق ايش قد؟ ارجع قبل 2003 قد. احنا ما نريد المسجد، شو يقول لك المسجد ما له علاقه ابو عبد الله، ما له علاقه صدام حسين بعدد النخل. 30 مليون نخله، 30 مليون نخله واكثر قبل 2003 صفت اقل من 5 ملايين اليوم بعد 21 سنه من حكم هؤلاء. بفايت الله مع احتراماتي اللي اسمع، وصاير ذولا جايفين حيشاك، هذول الناس الدايحة ماكو، ناس جتي دايحة. يعني أنت من ترجع، من ترجع أرجع على الحكومة قبل 2003، شوف الدعم للفلاح شنو؟ المكافحة بالطيارة، مكافحات بالطيارة. يعني وضع، يعني من نجي نقيس، لا والله وضع أحسن قبل 2003. واكو دعم للفلاح من كلها. من معدات، من معدات إلى كيمياوي إلى إلى كلها كلها من تجي نقيسها. يعني وين راحت هاي؟ يعني انت مو تقول صدام كان مجوعنا، صدام كان مبهذلنا على راسي من مختلفين. سويت انت شنو؟ نعم سويت انت شنو؟ انا اقول لك ايش سوى؟ جاب لنا المخدرات، نعم جاب لنا البطاله، قال للعالم ماكو تشحد بالبتروف كلايت ماكو. ويطلعون المتظاهرين يطالبون بحقوقهم، وتطلع القوات يقولون القوات الامنيه. بس هاي كفر تسمى قوات امنيه. ابن بلدك يطلع يضربك، ابن بلدك يطلع يضرب هو الشرطي. مع احتراماتي للشرطة زين، اكو شرطة اكو منتسبين زينين، واكو منتسبين حيشاك ماكو ينكسل تشلب. دائما يتجاوز على 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 مواطن بالشارع، ليش؟ من هذا المواطن جاك يهودي؟ انت من هيش مرجلة، من هيش مرجلة، وصيح جهاد وجهاد هذيك فلسطين. يلا هذا حزب العمال طب بل 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 بالعراق من الشمال، طب كم كيلو؟ راح يوصل الموصل عمي. يلا يقدر يحكي احد يقدر يسولف. سيد ابو عبد الله انا اشكرك. نعم وصلت الفكره، شكرا جزيلا للمشاركه. يعني مثل ما تفضلت، اذا كانوا ينتقدون او يهاجمون النظام السابق، نعم ماشي، انت ليش ما حققت ما هو افضل مما كان موجود قبل 2003؟ ساعتها تكسب العراقيين، تكسب رضا العراقيين، تكسب حب العراقيين، دعم العراقيين لك، تريد تبقى وتعمر في في المنصب. أنا الكلام طبعا موجه للأحزاب الحالية بزعمائها اللي تبوأوا مناصب رؤساء الوزراء أو الوزراء أو غيره، تريد تبقى وتعمر بالمنصب مو بقوة السلاح وبالقمع وبالمؤامرة الدولية اللي محاكة على العراق، واللي أنت جزء من تنفيذ هذا المخطط بها، وتدعي بأن هناك من يحاربكم، أو تدعون بأن هناك من يحاربكم ويقف ضدكم، وأنتم مدعومين من 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 كوكب الأرض كله تقريبا لتدمير هذا البلد. أمريكا أكبر حليف لكم، إسرائيل واحدة من التي من الدول التي جاءت بكم إلى العراق لحكمه، والدول المحيطة طبعا مقصرات، والعالم كله معترف بفسادكم
وحاطكم في المنصب لأنه إلى مآرب وإلى مصالح حققها بسببكم، بوجودكم تحققت مصالح كثير من الدول في العراق. فأنتوا يعني ما مغضوب عليكم، بالعكس أنتوا محبوبين عند الدول العالم. أنتوا مجموعة من المرتزقة جوي لحكم العراق، والناس اللي جاءت بكم، الدول اللي جاءت بكم رايدة أن أنتوا تستمرون ورايدة أن أنتوا تبقون، وتحميكم بفرق قوات خاصة وطائرات وقواعد عسكرية تحميكم. كذب أنه هادي العامري ولا قيس الخزعلي أو المالكي ممكن يتعرض إلى محاولة اغتيال، موجودين كلهم، الطيران الأمريكي وإسرائيل بمخابراتها والاستخبارات بالمنطقة تحمي هؤلاء، لأنه ذولا وجودهم ضرورة، ضرورة لتحقيق مصالح كثير من الدول اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها. وجود هؤلاء الميليشيات وزعماء هذه الأحزاب مهم جدا للدول التي جاءت بهم، وبالتالي حياتهم مهمة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وغيرها وإيران طبعا. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. أجمع عدد من المراقبين أن غياب الخدمات جاء بسبب الأحزاب المتسلطة والفاسدين الذين حكموا البلد والذين تعاقبوا على حكم العراق بعد 2003، وأن العراق هو خزينة مفتوحة بوجوههم لا تنضب. وأكدوا كذلك أن العراقيين جميعا يعلمون بمن تسبب بخراب هذا البلد، الخراب الشامل والممنهج الذي شمل كل مفاصل الحياة في هذا البلد العريق. ولفتوا أيضا إلى أن الشعب العراقي لم يشهد من الساسة الذين حكموا هذا البلد بعد 2003 بالمجمل أي نية حقيقية للتعمير ولخدمة هذا الشعب، وإنما انشغلوا بمصالحهم الخاصة ودعم منظومة المحاصصة من اليوم الأول ولحين هذه اللحظة، وأن كافة القطاعات الخدمية في العراق هي قطاعات متردية. في هذا السياق وفي محافظة البصرة طالب أحد المواطنين بإصلاح جزء من شارع تموز من جهة تقاطع المشراق وإلى جسر أبو شعير، حيث أن الشارع عبارة عن مطبات وحفر والتي تؤثر سلبا على السيارات. دعونا نشاهد. مناشدة إلى دارة بلدية البصرة، رحمة على والديكم. هذا شارع 14 تموز من تقاطع المشراق باتجاه العشار السايد الرايح لحد جسر السوري، عفوا جسر ابو شعير تقاطع جزار، شارع مفلش كله طسات يا اخي، بلطو اقصه وبلطه كل يوميه، هاي المعاناه من ورا الطسات. هو شارع صغيروني هذا ما سويتوه. نتابع التعليقات مشاهدينا التي وردت بشان هذا المقطع. صلاح يقول: والله عجيب، وين تروح أموال الشعب وخزينة الدولة مطلوبة للبنك الدولي؟ جواد يقول: حكومة فاقت كل حدود السرقات وأذية الناس. علي يقول: لا حياة لمن تنادي. ونور أو توركان تقول: بيا زمن عايشين، الناس اتطورت وأهل العراق بعدهم أعمدة من الخشب. عفوا. عباس يقول: يعني تتقلش السيارة قبل لا توصل، تتفلش قبل لا توصل للهزة، ايش بيكم فقرة؟ وين أموال الجباية؟ ليش ما تسوون طريق مال وادم للناس؟ حيدر يقول: هم متقصدين يسوون الشارع طسات على مود السائق يشوف سيارته، إذا الحدادية أو الحدادية مزينة يفتر ويرجع، وإذا وصلت للهزة سلامات يعني يكمل فحص. هذه كانت التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. نصل إلى فقرة الهاشتاج، الفقرة الأخيرة لدينا في هذه الحلقة. طالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عبر وسم المغيبون في العراق، طالب حكومة السودان بالكشف عن مصير مغيبي الصقلاوية والمدن الأخرى. وقال المركز الحقوقي في الذكرى الثامنة لجريمة الإخفاء القسري ل700 مدني من سكان الصقلاوية في عام 2016، قال إن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي خطوات للكشف عن مصير أولئك المغيبين، رغم مرور أكثر من 8 أعوام على إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش. إلى جانب ذلك، أكد مدونون أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الحكومة متواطئة مع الميليشيات في ارتكابها مثل هكذا جرائم.
دعونا نتابع بعض التعليقات في منصة إكس. عثمان المختار يقول: يحيي العراقيون اليوم الذكرى الثامنة لجريمة تغييب أكثر من 700 مدني من العراقيين السنة على يد ميليشيات الحشد الشعبي في بلدة الصقلاوية شمال الفلوجة سنة 2016. تراوحت أعمار الضحايا بين 13 و 81 سنة، تم اقتيادهم بعد عزلهم عن أسرهم خلال نزوحهم من المنطقة ونقلهم بسيارات كبيرة إلى مكان مجهول. هناك صور ومقاطع فيديو لأفراد الميليشيات وهم يضربونهم ويقتادونهم إلى مكان مجهول. يعتبر القضاء العراقي المتستر الأول على جرائم الإبادة الطائفية التي نفذتها الميليشيات بحق العراقيين السنة خلال السنوات الماضية، جرائم لا تسقط بالتقادم. رياض يقول: مجزرة الصقلاوية هي واحدة من المجازر البشعة الكثيرة التي قامت بها العصابات والميليشيات الطائفية ضد السكان المدنيين والأبرياء في العراق. لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم، وسوف تحاسب هذه الأدوات الدموية والعقلية الإجرامية التي كانت خلفها مهما طال الزمن. أمية تقول: الذكرى الثامنة على واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، الحشد الشعبي. قرية كاملة في منطقة الصقلاوية شمال الفلوجة لا يوجد فيها رجال بعد أن اختطف الحشد الشعبي حوالي 700 رجل وتركوا النساء والأطفال فقط وبلا معيل. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. مجاهد الطائي يقول: لا تزال الذكرى الثامنة لجريمة الإخفاء القسري التي تعرض لها المئات من أبناء الصقلاوية الأنبار شاهدا على تواطؤ مؤسسات الدولة العراقية مع الإرهاب المنظم أثناء الحرب على الإرهاب غير المنظم، وتتعدد تسميتهم: مغيبين، مغدورين، مخفيين، مفقودين، لكن الجميع يعلم من قتلهم وهم مدنيون أبرياء. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.